وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، يعني تواصل مصر جهودها الحثيثة على مسار تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار بالتواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والقوى الدولية، وهو ما يتضح بشكل كبير من حرص قيادة العالم أو قادة العالم على التواصل مع القيادة المصرية خلال الأيام الماضية. يعني برأيي، كيف ترى جهود الدولة المصرية في هذا الصدد؟ هو الدولة المصرية بتبذل جهود حثيثة على مختلف المستويات، يعني سواء على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الإنساني، على مستوى التواصل مع زعماء وقادة العالم والإقليم أيضا. صحيح. احنا بننظر إلى هذا كله في إطار الاهتمام المكثف من جانب مصر بالقضية الفلسطينية بصفة عامة ومنذ نشأتها، وفي إطار الاهتمام المكثف أيضا بالتداعيات التي حدثت في غزة في الأيام الأخيرة، نقول من حوالي 10 أيام، وما حدث من خسائر في العناصر المدنية وعنف غير مسبوق الحقيقة ضد المدنيين. ومصر أعلنت، كان في اجتماع للسادة الرئيس لمجلس الأمن القومي المصري، أعلنت مصر عدة أفكار أساسية بتعبر عن الموقف المصري الحقيقة، وهو عدم استخدام العنف ضد المدنيين، العمل على وصول المساعدات الإنسانية، قضية هامة أيضا أن أمن مصر قومي خط أحمر. وهذه رسائل أيضا هامة وردت في لقاء السيد الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي. احنا شفنا اتصالات حدثت بين على مستوى القيادة أو على مستوى دبلوماسية القمة، يعني كان في اتصالات بين السيد الرئيس وبين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي، وأيضا اتصالات مع إيطاليا، مع ألمانيا. إذا هي اتصالات مكثفة، وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة سيحضر إلى مصر غدا. مصر دعت أيضا إلى انعقاد مؤتمر إقليمي ودولي يعقد أيضا لبحث هذه القضية. إذا احنا بننظر إلى كل هذه الجهود المكثفة من جانب مصر، سواء على مستوى دبلوماسية القمة أو على مستوى الدبلوماسية التقليدية، بننظر إليها في إطار استمرارية للموقف المصري، أن مصر لن تتخلى عن الإخوة الفلسطينيين. صح. أن مصر بتعمل على رفع المعاناة عنهم. أن مصر أيضا ربما، يعني أنا في تقديري، التحرك يتم على محورين. قد يكون هناك محور قصير الأجل والمتعلق بالأزمة الحالية في غزة ونزع الفتيل عنها، وفي أيضا نقدر نتكلم عن محور آخر على المدى الطويل، وهو العمل على إيجاد حل الأسباب. صحيح. التي تؤدي إلى تكرار هذا العنف. دي مش أول مرة. صحيح. إنما دكتور إكرام، يعني مصر أعلنت بوضوح شديد خلال اليومين الماضيين موقفها إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا تجاه ما يثار من وقت لآخر حول مسألة التهجير، وحذرت من خطورة هذا المسار على القضية الفلسطينية وأمن واستقرار المنطقة. كيف ترى موقف دول العالم من هذه النقطة تحديدا؟ دي نقطة مهمة الحقيقة، ومصر أعلنت موقفها بوضوح، أنها ضد تفريغ غزة من سكانها، أنها ضد التهجير، أنها ضد حل المشكلة على حساب أطراف أخرى إقليمية. يعني هذه الصورة أيضا تتضح لدول العالم، وخصوصا انه ليس من المرغوب فيه الان ان تصل الامور الى ازمه خطيره في المنطقه وتنعكس على العالم ككل. العالم لديه ما يكفيه من ازمات وليس في حاجه الى ازمه جديده، وبالتالي انا وجهه نظري ان هذا هو المنطق الذي يعني ستتقبله الدول المؤثره في العالم. نحن لسنا في حاجه الى نكبه جديده بعد نكبه 48. وبالتالي المنطق هنا أننا نحتاج، أننا يعني الإقليم والعالم نحتاج إلى الوصول إلى حل سلمي عادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ولو وصلنا إلى ذلك لن يكون هناك لجوء. صحيح. المستقبل طب. إلى دائرة العنف المفرغ. أخيرا، يعني تشهد المنطقة خلال الأيام الماضية زخما سياسيا كبيرا بتزامن مع التطورات الجارية على الأرض، لقاءات رفيعة لقادة العالم، مصر تدعو إلى قمة إقليمية ودولية يوم السبت المقبل.
برأيك هل سوف تسفر هذه التحركات والمباحثات عن اختراق ما في ملف الأزمة وإلى إنصات من قادة العالم للتحذيرات المصرية والعربية لتفاقم وتدهور الأمور الفترة المقبلة؟ أنا أتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية، لأن الصعوبة هنا أو المشكلة الخطيرة هي أن يتم تجاوز الأزمة من أطرافها المباشرين، بقصد أطرافها المباشرين يعني فلسطينيين وإسرائيل، أن يتم تجاوزها إلى أطراف إقليمية أخرى وأطراف إقليمية حتى قد تكون غير عربية. هي دي الخطورة الحقيقية واللي بتؤدي إلى توسيع نطاق النزاع وأن يتحول إلى آثار سلبية على الإقليم، وربما تنعكس هذه الآثار السلبية أيضا على العالم. وبالتالي الوقت الآن نحتاج الآن في هذا التوقيت إلى تكثيف الجهود الدولية ومساندة المنطق خلينا نقول، والوصول إلى حل لهذا النزاع الذي طال أمده والذي يتأثر به الجميع. الرئيس السيسي شدد على أن مصر مستمرة في مساعيها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتجنيب الشعب المصري المزيد من المعاناة الإنسانية. هذا الجانب الخاص بالجانب الإغاثي والإنساني، كيف ترى جهود الدولة المصرية به؟ يعني بالتأكيد الجانب المصري والدولة المصرية والقيادة المصرية بتبذل جهود كبيرة وفي كل ما يمكنها أن تبذله لمساعدة الأشقاء في فلسطين. أنا عاوز أقول حتى أن الجانب الإنساني ده مهم أيضا، وليس في هذه المرة فقط، يعني تكررت في فترات سابقة وفي اعتداءات سابقة من جانب إسرائيل على غزة، تكررت الجهود المصرية لتوصيل المساعدات إلى أهل غزة ورفع المعاناة وتخفيفها عن الفلسطينيين. إذن مصر بتسير في سياسة ثابتة في هذا الإطار، الوقوف مع الشعب الفلسطيني في حقوقه، تخفيف المعاناة، العمل على البحث سواء مع الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية عن حل لهذه المشكلة المزمنة. دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.